يعد سرطان العظام مرضا نادر الحدوث، حيث يشكل أقل من 1% فقط من جميع أنواع السرطانات. لكن الخبراء يشددون على أهمية التشخيص المبكر للحصول على العلاج في الوقت المناسب. تقرير ونتابع. يصنف سرطان العظام على أنه نادر، ولكنه لا يزال يمثل خطرا، حيث يبدأ في الأنسجة الحية التي تشكل الهيكل العظمي للجسم. وبحسب خبراء الصحة، أن الألم غير المبرر هو العارض الشائع الأول الذي يمكن أن يساعد على اكتشاف المرض، ويمكن أن يكون أحد الأعراض المبكرة للحالة. وذكر موقع إكسبريس البريطاني أن الجانب الصعب في تشخيص المرض هو أن العارض الرئيسي غالبا ما يكون مخطئا بالنسبة للحالات الأخرى. والأسوأ من ذلك أن بعض هذه العوارض لا ترتبط بسرطان العظام حكما، لأن الألم غالبا ما يرتبط بمشاكل صحية أخرى، حيث يتم الخلط بينه وبين أعراض التهاب المفاصل والتوائها أو الإجهاد في البداية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل الاختصاصي في جراحة العظام بروفيسور خضر حيدر. بروفيسور أهلا بك. أهلا فيك وبالمشاهدين. بداية، ما هي الأسباب الأساسية المسببة لسرطان العظام؟ في نظريات، هو التلوث أكثر شيء، التسمم مثلا، مبيدات الحشرات اللي بيستعملوها حتى بالزراعة، تلوث البيئة، الشعاعي، هذا ممكن. وفي أسباب وراثية، وفي أمرار محفزات، يعني نحن الخلية السرطانية ممكن تكون نايمة بقلب الجسم لسبب ما، بسبب المبيدات أو المعقمات وبعض التلوث البيئي، ممكن يؤدي يحفز هذه الخلية تتحول تصير خلية سرطانية وتتكاثر بشكل يخرج عن السيطرة، بحيث أنه بيصير في تورم. وهي أورام، طبعا في أورام حميدة وأمراض خبيثة. شو الفرق بين الحميدة والخبيث؟ الحميد بيكبر بمكانه ما بينتشر، الخبيث ينتشر بالجسم، يعني بيكون بعظمه، بيفرخ بالرواية، بيفرخ بالكبد. وكمان في اورام خبيثه بسموها اوليه وثانويه. شو يعني اوليه؟ بتخلق من العظم وبتنتشر بمكان اخر. الثانويه بتكون بمكان اخر وبتجي على العظم، وهيدي الاكثر، يعني 70%. هيدي وين بتكون اكثر شيء؟ عند المراه، الثدي، سرطان الثدي وسرطان الرحم والمبيض بينتشروا بالعظم. وكذلك عند الرجل. نعم. كمان الغدة والبروستات. هل برأيك يعني تختلف الإصابة بحسب اختلاف الجنس؟ يعني ربما لدى النساء أكثر من الرجال، أو لدى الأطفال ربما حسب الفئة العمرية، وبالتالي ما هي أبرز العوارض؟ ما في اختلاف بالعوارض، ما في اختلاف بحدوث سرطان العظم بين الرجل والمرأة. والبدائي يلي ببلش من العظم. نعم. ولكن الثنائي عند الرجل، البروستات أكثر مسبب لسرطان، اللي بينتشر من البروستات بالعظم، وكذلك الرئة. طبعا النساء المدخنات معرضة مثل الرجال المدخنين لسرطان الرئة، وبالتالي إلى انتشاره في العظم. العوارض تختلف حسب موقعه. طبعا تورم، اسمه تورم، بيورم مكان حدوثه، ممكن نكتشفه بالصدفة، ممكن يؤدي إلى كسور. ولد فركش فركش صغيرة، وقع كسر إجره، نعمل له صورة بنلاقي هذا الكسر ما له مبرر. هذا الكسر صار لأنه في كيس بالعظم، والعظم بسبب هالتورم أو هالكيس صار ضعيف فانكسر وأدى إلى كشف مبكر أو بالصدفة. أو أمرار بوجع بسيط، في مثلا من خصائص وجع السرطان عند الأطفال أنه بالليل ما بينام وبالليل بينوجع. إذا أعطيناه للطفل مسكن مثل الأيبوبروفين أو باراسيتامول ممكن يسكن ألمه، ولكن وجعه بالليل مش بالنهار. لكن كيف يمكن أن نميز بين سرطان العظام وبين التهاب المفاصل ربما، أو التهاب طبيعي لدى الأطفال وغيره؟ عادة الالتهاب بأي عضو يؤدي إلى تورم وأحمرار وسخونة ومحدودية في الحركة. فهذا بنلاقيه بالسرطان، مش ضروري يكون في احمرار وسخونه ومحدوديه في الحركه، الا اذا كان التورم بالمفصل، فهون بيعمل محدوديه بحركه المفصل، يعني الكوع، الركبه، الكاحل. كمان امرار ممكن يؤدي اذا كان بالعمود الفقري، ممكن يؤدي ضغط على النخاع الشوكي ويعمل شلل
أو ضعف بالقوة وضعف بالإحساس في الأطراف السفلى إذا كان في الظهر، وفي الأطراف العليا إذا كان في الرقبة وغيرها. طبعا التشخيص المبكر أو المبكر اللي يجب أن يتم بالصور الشعاعية وصور الرنين المغناطيسي والتصوير المحوري، الطبق المحوري بيسموه. حتى عندنا هلا نوع من الصور الدقيقة جدا يلي هي المسح، مسح النووي. هذا المسح النووي بيقلنا إذا في تورم ولو ملي بيبين ملي متى. بروفيسور، يعني بعد تفجير مرفأ بيروت حذر الأطباء من خطر ازدياد سرطان الرئة تحديدا في بيروت والمناطق المجاورة لها. ماذا عن سرطان العظام؟ طبعا هو كل مثل ما قلنا التلوث يؤدي طبعا أكثر شيء الواحد بيتنفس الهواء والتسرب الشعاعي أو هذا بيفوت على الرئتين، وبالرئتين ممكن يؤدي إلى كانسر في الرئة، ولكن ليس هناك دلائل أنه يسبب مباشرة تورم في العظام. تورم العظام في عدة أنواع، في بعدين محفزات وراثية يسمون الأونكوجين، وهلأ بالطب الحديث عم نعالجهم بعلاج بيسموه مناعي، يعني بقاس من خلال علاج المناعة بنقوي مناعة المريض ليقاوم الخلايا السرطانية إذا عنده استعداد وراثي. طيب بروفيسور، هل برأيك هناك ربما أجزاء عظمية من جسم الإنسان أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان من غيرها؟ عند الأطفال أكثر شيء معرض العظام الكبيرة، يعني عظمة الفخذ وعظمة الساق والحوض، وكمان عندنا العمود الفقري يعني. بس مش إجمالا يعني 70% بتصير بالعظام الكبيرة وفي 30% بالعظام الصغيرة وما فينا نحدد. وهل يمكن علاج هذا النوع من السرطان؟ طبعا أهم شيء العلاج المبكر المبكر. إذا التورم حميد بصح 100% بتم استئصاله للتورم، ممكن يرجع في نفس المكان ولكن لا ينتشر لا إلى أعضاء أخرى، بينما السرطان الخبيث ممكن أن ينتشر. وفي الماضي كنا نعمل عمليات بتر اليد أو بتر الإيد، لأنه ما كنا نعرف أنه هالسرطان إذا نظفنا حواليه وشلنا 3 سنتي من الخلايا اللي حوالي السرطان احتمال أنه يرجع أقل. وطبعا نعمل علاج شعاعي وعلاج دوائي قبل وخلال وبعد العمل الجراحي، ولكن التشخيص المبكر هو الأهم. طبعا إذا نحن أمراض منكتشفه بيكون ديجا منتشر في أعضاء أخرى، هون إمكانية الشفاء أقل. طبعا الاختصاصي في جراحة العظام بروفيسور خضر حيدر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ولتلفزيونكم الكريم.